المهم انا اليوم عندي الروينو، عندي المعلم ديال الكليما كيركبها. ها هي فوالا. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هاد الفيديو هادي وما تكونوش بحالي انا مفقوصه اليوم، طلع لي الدم تاع الصبت. كنت صورت واحد الفيديو انا وعادل نهار اللي جاب لاكليم، وصورت لكم الانبوكسين وحلينا لاكليم وقديناها وما نعرف شنو. ما وقعتش لي غير لاكليم، وقعت لي حتى في الثيرموميكس. مشى لي كلشي. شوف ديال الفيديو جاب الله ديال الثيرموميكس، صورت عند عادي شي وحدين حيت تليفوني في ذاك الوقت بدا كيحماق وبدا كيتسطى. بالنسبه لاكليم خديناها جابها. المهم صورت لكم الفيديو كبيره على لا مارك وشنو شنو شنو. صورت لكم اللي كانت كتركب هما الكارطونات باقيين هنايا محطوطين. فوالا ساعة مشى ليا كلشي. ديما كتوقع ليا سبحان الله العظيم، ديما كيمشيو ليا الفيديو. ولكن علاش مشاو هاد المرة هادي؟ حيت انا فورماطيت التليفون، واخا سيري غنلعبو فورماطيت التليفون. كان بدا كيتسطا صافي كيدخل ويخرج في الهضرة. فورماطيتو ديتو فورماطيتو ومشى ليا كلشي. قال لي السيد مسكين، قال لي ياك ما عندك شي حاجه؟ قلت لا لا لا، ياخذ راسك كاع الفيديوهات ديتو وحطيتهم في البيسي، كيحسب لي زعما راه ما عنديش وحدين عاد صورتهم جداد. فوالا مشى كلشي. اذا دابا شوف تحرك عندنا الباردو، ولا كنحتاج الكريمة، ولا كنستعمل صراحه سخونيه. و جوف شكل مره مزموت الحال، مره بارد الحال، مره هادي. واليوم غادي تخليكم معايا في هذا الفلوق هذا، نشوفوا كيفاش غيطلع. ما عرفتش شنو بالضبط. نورمالمون اليوم البروغرام انا اللي حط لكم لا فيديو ديال لا كليمي. الو خليكم معايا اليوم بالضبط، نشوفوا شنو غيكون. غنخرجوا، غادي نسخروا، غنطيبوا، غنديروا بزاف ديال الامور اليوم الحد، لان الاثنين غدا ان شاء الله سريع وسريع. عاوتاني هما هما يا شباب، عادي الخدمه انا يا اموري سيليا غتوجد، لان نهار الثلاث ان شاء الله عندها المدرسه، وغدا خلاص غادي نمشيو لمدرستها باش غادي نقادو شي امور مع الاداره. نو ان شاء الله خليكم معايا في كلشي. ايوا المشاهدين، المهم قلت لكم الفيديو اليوم ما عرفتوش كيفاش غيخرج. خرجنا مشينا انا وعادي، تشهيت واحد الساندويتش ديال السيبيا، حل واحد المحل ديال السيبيا بعيد علينا، ولكن تشهيت الساندويتش السيبيا. قلت له يلا نمشيو ناكلو اجي، ومشينا قلنا غنتقداو الخضره. يعني عندي الخضره ولكن كاين شي حوايج اللي ناقصين. خدينا الخضره، صدموني الاثمنه، صدماتني الكاريتي ديال الخضره. عرفتوا الخضره كيفاش دايره؟ اش غنقول لكم؟ هادي ما بقيتيش باغيها ديرها في الثلاجه. اش غنقول لكم؟ تخيلوا خيزو، شحال شريتي خيزو؟ 10 دراهم ولا 220؟ 10 دراهم. 10 دراهم وشوف اللي كيدير. غنوريكم خيزو ديال 10 دراهم. شوف خيزو كيفاش داير، كله كحل وما كاينش. ما كاينش، الا بغيتي هادشي غتاخديه، ما بغيتيش راه ما كاينش في السوق ما احسن منه. شوفوا خيزو كيفاش داير، بلاتي شوفوا خيزو كيفاش داير. 10 دراهم. ما فهمتش انا فين غادي هادشي هذا، واللي ما عندوش مسكين كاع حتى ديك 10 دراهم شنو غيدير؟ شوفوا خيزو كيفاش داير. تخيلوا واحد الخضره، ما راني عادي غير البطاطا. شوفوا انا والله تصدمت وحق الله، حيت انا شحال هذه ما مشيتش مع هذه السوق، كنمشي هكا كنتقدا غير من كارفور ولا من مرجع، والخضره كيمشي ويجيبها من السوق. شوف شوف خيزو ديال 10 دراهم. عطاني الخضره الاخرى حطها لي هنا. ما فهمتش لا لا 260. واش نقول لكم؟ ما كاين غير 10 دراهم، 18 درهم، 16 درهم. بطاطا 160، بصله 160، وما فيهم ما يتشافكم. غير كانوا زوينين، كون غير كانوا كاليتي زوينه. يا ربي تسمح لي، واخا زعما ما كتعرفش، ولكن راه ماشي قضيه النعمه، ماشي ديال هاد الثمن هذا. يعني خيزو الا كان غلا غلا 3 دراهم، 4 دراهم كتاخذ خيزو. انا بالنسبه لي الخضره كتعجبني الخضره كتكون صغيره وتكون فري، كتكون فريش، يعني كيكون داكشي طري. والاثمنه كناخذ احسن ما كاين في السوق، والاثمنه كيكونوا يعني غيزون. اما دابا مسكين راه هادشي هو ارخص ما يكون في السوق على علمكم. ارخص من وهادشي اصلا اللي كاين في السوق، يعني ما كاينش تقولي مثلا تمشي تشري شي حاجه غلا منو تلقايها احسن في الكاليتي. نفس الكاليتي في السوق، راه درنا ودرنا ودرنا نفس الكاليتي، نفس الخضره. ما
عرفتش شنو غنقول لكم، ما فهمتش والله. واحد البطاطا، شوفوا شوفوا البطاطا كي دايره. انا مولفه كنشري 12 كيلو ديال البطاطا، وكنشريها ب 60 ريال 80 ريال 5 دراهم كاع الا غلات 120. البطاطا 160 كلها مضروبه، كلها حالتها مضروبه. مو واحد لاله مولاتي معطيش هاد 260 واحد لاله مولاتي معطيش هاد 260. شوفوا كيفاش دايره، حالتها حاله بصلا بصلا، ما نقدروش عليها. شوفوا البصله كي دايره، بصله في التوته صغيرين. ما عرفتش هادي البيتخاف حتى هي لا ويا، وحالتها حاله مكشبره كلها. شوفوا هادي حتى هي بشرة دراهم، بغيت ياخذها ما بغيتهاش خليها. وما كاينش كاليتي وما كاينش ثمن ارخص، هادشي اللي كاين. بغيتي خذي ما بغيتيش خليها. فلفله، شوفوا الفلفله، شوفوا الفلفله راه في الكاميرا ما كتعطيكمش الواقع، والله العظيم كون تشوفوهم في الواقع وتشوفوا الكاميرا مقاده مصايبه لهم. شوفوا الفلفله كي دايره، كلهم بحال هكا. كون تشوفوا في الواقع وتشوفوا كيفاش دايرين، اما في الكاميرا راه مقاده. عطي واحد شويه ديال اللون مع الاضاءه وداكشي. الخيار عيبك الله، عيبك الله. شوف الخيار ديال 260، شوف شوف هادشي راه غير عندنا الله يخليكم. وما خفي اعظم داكشي اللي بقى عند السيد، راه شنو نقول لكم. ودرنا درنا 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 ما كاينش كاليتي حسن، ما كاينش ثمن رخص نهائيا. ومساكن كيبانوا ليا الناس جايين. شوفوا شوفوا البنجال، شوفوا البنجال استمكم 320. ما كاينش كاليتي وما كاينش ثمن رخص. تخيلي كيبانوا ليا الناس كيستميت بحال هكا، مسكينه المراه لا اله الا الله، كتحط نجله وحده ومطيشه وحده وبصله وحده وخيزه وحده. شتي هذيك المراه هي وراجلها مسكينه، هزوا وحده وحده من الحاجه. كورجيطه وحده، نجله وحده، بصله وحده وخيزه وحده، وقالت السيد عبرهم ليا. لا حول ولا قوه الا بالله، وحق الله العظيم. الصدمه، الصدمه ديال السوق، الغلا، العافيه، وفي الاخر والو. شحال هذه ما مشيتيش تقديتي معايا؟ لا انا شحال هذه ما مشيتش تقديتي معاك، ولكن اليوم راه شي حاجه ما فهمتش. اليوم راه شي حاجه ما عرفتش. الاثمنه بعدا بزاف، انا مع سمعت الاثمنه قلت للحاج قلت له عرفتي شنو غدير؟ صافي غير يلاه قلت له يلاه نمشي معنا. السيد ولا تيقول لها اختي والله مزت عليك شي حاجه، قلت له راني عارف طرحتي شحال هذه ما تقديتي. دابا انا سولت في شحال من بلاصه نفس الاثمنه، ملي وصلنا داك السيد مسكين درويش بقى تيقول لي لا اختي راه والله مزت عليك، راه ماشي انا كثر عرفتك ماشي انت، راه السوق كله بحال هكا. ولكن انا هاد الفلوس اللي غنحط بهاد الخضره هادي بهاد الاثمنه، نمشي اخويا نشريهم قطنيات، نمشي نشريهم شي حاجه اخرى السلعه ديال الدار، نشريهم شي حاجه اخرى اللي نطيبها، نشري الحوت، نشري شي حاجه اللي زعما تستاهل اني نحط فيها الثمن ديالها. لان الخضره واخا نعمد الله ما خصناش نعيبها، ولكن ماشي ديال دوك الاثمنه اللي كاينين في السوق، راه الكاليتي زيرو والاثمنه طالعه طالعه طالعه. اما واحد ديسير هذاك حديت فلا حرج، راه تخيلوا معايا 150 درهم فيها 2 كيلو ديال البنان، 2 كيلو ديال الخوخ، و 2 كيلو ديال التفاح، 150 درهم. حلل وناقش. انا بعدا بالنسبه لي والله العظيم الا تصدمت وحق الله. ومسكين اللي الدخل ديالو في النهار 20 درهم، اللي كيخدم غير نهار بنهار والدخل ديالو 20 درهم، كيفاش غيدير يعيش؟ الناس شحال هادي كانوا، حيت اللي ما فحالوش شحال هادي شنو كان كيدير؟ مسكين كيهز 10 دراهم ولا 5 دراهم كيشري تخليطه ديال الخضره كيديها يدير واحد الكوميله ولا واحد الطويجين هو وليداته، واخا ما يكونش فيه الدجاج ولا اللحم، الله يجعلو ما يجيبها 5 درهم ديال الدجاج ولا بلاش كاع، كيدير واحد الطويجين وواحد الكوميله وكيقولو بسم الله وما رزق الله وكياكلو وكيقنعو القناعه. دابا باش غيقنع ما كاينش، ما كاينش. راه 10 درهم ما غتجيب ليه والو، راه
20 درهم ما بقات كتجيبوها له في الخضره. اما واحد السي ليسانس قبيله درت في الطوموبيل 200 درهم بحال درت 100 درهم شحال هادي هذاك ما نهضروش عليه. شحال واصل ليسانس عادي؟ اه شحال؟ 15 درهم. 47 لا اله الا الله ما فهمت والله ما فهمت. انا صدمتي اليوم كانت كبيره لان ما صراحه قلت غلطه الغله ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه هذه سورتو انني قلت لكم انا كنتقدى شي حوايج ديال الدار ولكن الخضره والديسير كان عادي اللي كيمشي يجيبهم. اليوم تصدمت وكون غير كانت الخضره زوينه شحال هذه بخا ربما كاع لقيت شي حاجه غاليه عجبتني حيت الكاليتي ديالها زوينه غنشريها ولكن ماشي الكاليتي خايبه ونخلص الثمن غالي وكنشوف دوك الناس مساكن اللي ما عندهمش اصلا واللي ما عندوش حتى باش يشري واخا غير الرابعه مخلطه ارسلوا واحد المنظر داز قدامي قبيل اقسم بالله الا بكا بكيت وفي الاخر وليت كنقول سيد صافي غير بلا غير بلا ونقولها سيري بحال لان اسكو تي في ماما شو غيسي منظر كيألم والله العظيم. الله يرحمنا هادشي اللي غنقولو الله يرحمنا الله يرحمنا والله يدير شي تاويل الخير لان بزاف بزاف والله الموطن تقهر بزاف كتر من القياس. تخيلوا معايا البيض وصل 36 ريال الوحدة الا بغيتي البيض يعني عادي كنت وحدين صغيورين قالك 24 36 ريال هادي العادية واللي صغير منها 24 لا حول ولا قوة إلا بالله.